هاي البطولة هي النسخة الخامسة لهذه البطولة اللي نعتقد أنها وصلت لمرحلة تنافسية عالية جدا، نقدر نعكس من خلالها قيمة تنافسية لهذه البطولة، أيضا الصورة اللي وصلت لها أبوظبي من خلال المشاركين. طبعا أبعاد هاي البطولة مهمة جدا، تعكس الإمكانيات الموجودة في إمارة أبوظبي لعكس مستوى أو صورة الرياضة الموجودة في دولة الإمارات. تستفيد من البطولات هاي كمشاركة، تشارك فيها مشاركة محلية سواء عالمية أو عربية، تستفيد منها وتشهر اللعبة هاي. الحين عندنا أبوظبي نحن تقريبا ما يقارب وكل المدارس اللي أبوظبي والعين تلعب لعبة الجيجيتسو. يعني في أسامي وايد كبيرة لكن لسه بعد ما تأكدت، اليوم بدأ التسجيل بعد ما تأكدت الأسامي، لكن أنا متأكد أنه بيكونون أغلب أبطال العالم بيكونوا موجودين في هالبطولة في الحزام البني في الحزام الأسود. والله إحنا الحمد لله قد ما شقينا في التمرينات، وإن شاء الله راح نتوقع نتيجة طيبة إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله الكل يحرز على الميدالية الذهبية، وهذا الهدف اللي إحنا نبغى نوصل له إن شاء الله.